السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أغلى وأرقى متابعين. هنتكلم النهاردة عن تفاصيل عزاء الفنانة جلا فهمي رحمها الله. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. شيعت اليوم جنازة الفنانة المصرية جلا فهمي من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة بحضور بعض من النجوم وأفراد أسرة الفنانة الراحلة، يتقدمهم طليقها الموسيقار عمر خيرت. جلا فهمي الفنانة المصرية شيعت جنازتها اليوم بحضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على وداع الفنانة المصرية الكبيرة، وكان في مقدمة النجوم الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم، وتواجد كذلك في الجنازة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنان أيمن عزب، وحرص على توديع الفنانة جلا فهمي الموسيقار الكبير عمر خيرت طليقها ووالد ابنها الوحيد عمر، ودفنت الفنانة الراحلة في مقابر أسرتها في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة. وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على حضور جثمان الفنانة الراحلة جلا فهمي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس عن عمر يناهز 59 عاما. وخيم الحزن على ملامح دنيا سمير غانم أثناء تواجدها في مسجد مصطفى محمود لتشييع جثمان الراحلة جلا فهمي إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة، كما حرصت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبد الجليل على أداء صلاة الجنازة على الراحلة جلا فهمي، كما حرص الموسيقار عمر خيرت طليق الراحلة على تشييع جثمان الراحلة جلا فهمي، حيث أنجب ابنهما الوحيد عمر والذي تم تأجيل تشييع الجثمان لحين وصوله. الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كشف في مداخلة له مع برنامج الحياة اليوم عن سبب وفاة الفنانة جلا فهمي، وقال إن خبر وفاة جلا فهمي كان مفاجئ، وإنه عرف من أسرتها إنها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة ونقلت على إثرها إلى المستشفى، ولكنها توفيت ورحلت عن عمر يناهز 59 عاما. وتلقت أسرة الراحلة العزاء في المقابر، وذلك بعد أن تم الدفن مباشرة تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. والراحلة جلا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي وشقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وسبق وتزوجت من الموسيقار عمر خيرت وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر، والتي اختارت اسمه من حبها للموسيقار عمر خيرت كما صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايما بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.